مع ثاني المراكز في هذه اللحظات. هناك التسلل من ثاني المراكز، يا سلام تبارك الله. التحديات الغائمة هناك مشكورة، أو هناك شعار مرسال بن ثيد بن محمد المري، هناك من يتواصل على ثاني المراكز مع كنزة، بينما التسللات من المراكز الخلفية وصلت. هناك أيضا وضوح وناصر بن عبيد بن يزرب العامري ينتظر هناك ويوضح مع وضوح على ثاني المراكز في هذه اللحظات. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، الوصول هناك من عنيدة مساعد بن محمد بن مساعد المنصوري، بينما المركز الرابع، رابع تحدياتنا ورابع المراكز، هناك أيضا تتواجد غزلان منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، وهناك من الجانب الأيمن وصلت عالية سالم بن حمد أبو قطعة الظاهري. هكذا النداء وهكذا الرقص وهكذا المسيرة تسير نحو خط النهاية في مسار مستقيم من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين. هناك ختام أشواطنا في هذا الفترة الصباحية. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة والمركز الأول. هناك صدارة هذا الشوط مع كنز، هناك من تتواجد على الصدارة، مرسل بن فهيد بن محمد المري من يتواجد مع كنز، وهي بالفعل كنز الناموس بشعار الناموس. بينما ثاني المراكز في هذه اللحظات، هناك أيضا شعار بن يزرب في هذه اللحظات، التواجد الجميل والمميز هناك. هناك أيضا وضوح ناصر بن عبيد بن يزرب العامري على المركز الثاني وثالث المراكز من الجانب الأيمن. هناك التواجد في هذه اللحظات غزلان منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، والمركز الرابع هناك التحديات من عني مساعد بن محمد بن مساعد المنصوري من يتواصل هنا أعزائي المشاهدين، وبمتابعة قران هناك أعزائي المشاهدين أو قران. هناك أيضا التواجد الجميل في هذه اللحظات، يا سلام تبارك الله، ما إن شاء الله. هناك التحديات الجميلة هنا والمراكز الخلفية، وصلت عنيدة على المركز الرابع وخامس المراكز في هذه اللحظات، عالية سالم بن حمد أبو قطعة الظاهري. هكذا النداء وهكذا الرقص الجميل والمميز هناك، التحديات الجميلة هناك. أيضا مشكور أحمد بن سعيد بن سعيدة المزروعي من يتواجد أيضا على المركز السادسة في هذه اللحظات مع مشكورة. أعود إلى الصدارة، أعود مع المقدمة ومع المركز الأول. هناك أعزائي المشاهدين نعود إلى الصدارة مع المقدمة مع كنزة، أيضا هناك مرسل بن فهيد. مرسل بن فهيد بن محمد المري. هناك التواجد الجميل، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات هناك أيضا وضوح من توضع على ثاني المراكز بشعار ناصر بن عبيد بن يزرب العامري الذي سجل أفضل توقيت هناك أعزائي المشاهدين في هذه الفترة الصباحية مع الفاتنة، وفاتنت أيضا على التوقيت الزمني وذهبت السلامات العيناوية هناك أيضا مدينة العين. بينما المركز الثالث، الوصول من غزلان منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، هناك على ثالث المراكز انتقل مباشرة، الله، وصلت عنيدة هناك، ومساعد بن محمد بن مساعد المنصوري، هناك من يتواصل على المركز الرابع. وركز يا كرار هناك في هذه الانطلاقة الجميلة، بينما هناك المركز الخامس في هذه اللحظات والتسللات من المراكز الخلفية، هناك مشكور أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي من يتواصل في هذا التواصل، وهناك أيضا عالية سالم بن حمد أبو قطعة الظاهري من يتواصل أيضا مع عالية في هذا الشوط. انتصفت المسافة وعود إلى الصدارة، عود مع المقدمة 4 كيلومترات هناك عن خط النهاية وعن الناموس ومع المقدمة والمركز الأول. أعود هناك على الصدارة مع شعار بن يزرب، هناك أيضا من يتواجد على صدارة هذا الشوط، ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. هناك أيضا هنا أعزائي المشاهدين ختام سباقات تمهيديات الوثبة في هذه الفترة الصباحية، من سوف يختم هذا التمهيدي
هنا لهذا السن الجميل. شعار بن يزرب هناك على الصدارة مع المركز الأول، الوضوح الواضحة هناك على الصدارة مع المركز الأول عندما قدم الفاتنة مع التوقيت الأفضل في هذه الفترة الصباحية، ومع الفاتنة هناك توقيت جميل مميز هنا لشعار بن يزرب. المركز الثاني كانت كنز هناك من تتواجد على ثاني المراكز، مرسل بن فهيد بن محمد المري هناك قادم ومنطلق على ثاني المراكز. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، وصلت هناك غزلان منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، وصل هناك أيضا الخيلي منطلقا بهذه الذلول العملاقة ومع غزلان على المركز الثالث. انتقل مباشرة مع المركز الرابع، وصلت عنيدة هناك مسيعد بن محمد بن مسيعد المنصوري، بينما هناك التحديات هكذا هنا أعزائي المشاهدين. المخرج المبدع الذي يأتي مع الفاتنة هناك لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية أيضا محصلة بهذا التوقيت الزمني الصباحي الجميل. شكرا يا بن يزرب على هذه الذلول العملاقة الذي قدمتها في هذا الصباح، بينما هناك التحديات من مشكور أحمد بن سعيد المزروعي من يتواجد هناك أيضا هنا أعزائي المشاهدين على المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا النداء وهكذا المسيرة تسير هنا أعزائي المشاهدين في شوط الختام. من سيغلق الستار في هذه الفترة الصباحية؟ هناك الصدارة أقرب مع وضوح، وضحت وضوح بأنها صاحبة المقدمة وصاحبة المركز الأول. هناك ناصر بن عبيد بن يزرب العامري هناك من يتواصل على الصدارة. أهالي الطوية، أهالي الطوية ينتظرون السلامات هناك والناموس يراقبون عبر سيدة القنوات، بينما هنا أعزائي المشاهدين عندما قدمت الفاتنة لهم أفضل توقيت وينتظرون السلامات مع وضوح هناك على الصدارة. المركز الثاني وصلت هناك غزلان من تتواصل على ثاني المراكز، منصور بن خليفة بن سالم الخيلي. والمركز الثالث الوصول هنا في هذه اللحظات من كنز أيضا أيضا هناك أعزائي المشاهدين مرسل بن فهيد بن محمد المري من يتواجد في هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة في هذه اللحظات. هناك عنيدة مساعد بن محمد بن مساعد المنصوري هناك وصل، ولكن الوصول هناك من الجانب الأيمن من غزلان منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، وصل الخيلي منطلقا بانطلاقة غزلان في هذا الشوط. يا سلام، الله الله الله، وضوح هناك على الصدارة مع المركز الأول ومع التحديات الجميلة والمميزة هنا. يا سلام يا سلام، ناصر بن عبيد بن يزرب العامري هناك على الصدارة مع المركز الأول مع الإبداع الجميل والرقص المميز دائما من الصدارة في هذه اللحظات. ولكن المركز الثاني وصول من غزلان، وصول من غزلان في هذه اللحظات. يا سلام، منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، ولكن التحدي هناك من الجانب الأيمن من كنز هناك مرسل بن حيد بن محمد المري من يتواجد على ثاني المراكز. المركز الرابع القادم مشكور أحمد بن سعيد المزروعي، وهناك التحديات الجميلة في هذه اللحظات. عنيدة مساعد بن محمد بن مساعد المنصوري هناك أيضا من ينطلق مع هذه أيضا الاسم الكبير والمميز والشعار الذي دائما له صولات وجولات في سباقات الهجنة العربية الأصيلة. أعود إلى الصدارة هنا، العود أحمد، والعود أحمد هناك مع المقدمة مع وضوح، هناك وضوح، وضوح بأنها واضحة صاحبة هذا الشوط مع المقدمة مع المركز الأول. وضوح هناك ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، وصل العامري، انطلق شعار بن يزرب هناك كما انطلق مع الفاتنة ومع المقدمة مع المركز الأول. المركز الثاني هناك مشكور أحمد بن سعيد المزروعي، ولكن هناك التحديات من الجانب الأيمن. هناك أيضا غزلان، غزلان هنا في هذه اللحظات، وصول من غزلان منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، ولكن هناك التحديات. يا سلام يا سلام، من المركز الثالث هناك تابع المركز الثالث، أراقب المركز الثالث في هذه اللحظات. كنز مرسل بن فهيد بن محمد المري من يتواصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. انتقل مباشرة مع المركز الرابع القادمة مشكور أحمد بن سعيد المزروعي، وهناك أيضا أيضا عنيد مساعد بن محمد مساعد المنصوري هناك من يوصل في هذه اللحظات. والانطلاق الجميل، الكيلو الأخير، كيلو هناك الامتحان، وكيلو الصراع هنا، كيلو هذا الشوط، شوط الختام في هذه الفترة الصباحية هنا أعزائي المشاهدين. بدأت قصة ورواية هذا الشوط هنا أعزائي المشاهدين.
المشاهدين توضح مع وضوح قصة هذا الشوط، توضح مع وضوح هناك مع الصدارة مع المركز الأول. شكرا يا بن يزرب، شكرا يا بن يزرب، شكرا يا العاملي هناك أعزائي المشاهدين، واسعد الله صباحكم، صباحكم ورد وصباحكم هناك أيضا جميل مع هناك أيضا مع وضوح على الصدارة والمقدمة والمركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، الرقص الجميل والرقص المميز دائما هنا أعزائي المشاهدين. سلام عيناوي، سلام سلام يا العين، سلام العين دال زين هنا من تقدم هنا الفاتنة وتقدم وضوح هنا في هذا الشوط. والفاتنة هنا أعزائي المشاهدين ذهبت مع التوقيت الزمني التوقيت الأفضل، وهناك وضحت وضوح بأنها صاحبة شوط الختام هنا أعزائي المشاهدين لهذا السن وهذا الشوط أيضا هنا أعزائي المشاهدين. ناصر بن عبيد بن يزرب العامري ينطلق مع وضوح هناك على الصدارة، والسلامات عيناوية هنا. أشكرك يا بن يزرب، فلله درك على هذا التواجد الجميل هنا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا 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 من هذه اللحظات أزفها على ظهر وضوح لسيد ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، وهناك التوقيت في خطر، التوقيت في خطر هنا يا بن يزرب هنا، ولكن نفس الشعار هنا أعزائي المشاهدين الذي مع خط النهاية. تهانينا والناموس لهذا الفوز الجميل، ولكن الفاتنة ما زال التوقيت الزمني صامد صمود الجبال مع الفاتنة. المركز الثاني كنز مرسل بن فهد بن محمد المري، المركز الثالث كان من نصيب مشكورة أحمد بن سعيد المزروعي، والمركز الرابع كان من نصيب غزلان منصور بن خليفة بن سالم الأخيلي، المركز الخامس كان من نصيب عنيد مسيعد بن محمد مسيعد المنصوري. عودة مع التوقيت الزمني هناك أعزائي المشاهدين عبر أيضا هناك سيدة القنوات أبو ظبي الرياضية، هكذا التوقيت الزمني ولحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. وضحت وضوح بأنها صاحبة المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. هناك ناصر بن عبيد بن يزرب العامري 13 دقيقة جزئين 13 دقيقة ثانيتين 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد ناصر بن عبيد بن يزرب العامري المركز الثاني لحظات الوصول من ثاني المراكز. هناك أيضا هناك أيضا كنز مرسل بن فهد بن محمد المري من يأتي هناك مع الكنز، وهناك 13 دقيقة 9 ثواني 9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان لحظات وصول مشكورة أحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي من يتواصل على ثالث المراكز في هذه اللحظات. لحظات الوصول والتوقيت الزمني 13 دقيقة هناك أيضا بلا شك و15 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.